في صحة جيدة جاءت سمية إلى الحياة عام 1992، لكن شاء القدر أن تصاب بحمى مفاجئة تسببت لها في إعاقة حركية على مستوى العمود الفقري وشوهت رجليها، الأمر الذي جعل والدها يبحث عن سبيل لمعالجة ابنته لتبدأ الصدمة، فالعملية التي هي بمثابة طوق النجاة لا تجرى في الجزائر. كانت صغيرة تعرض لإعاقة حركية بعد حمى شديدة، من ذلك الوقت احنا نجيب المستشفيات الجزائريه، لكن يقولنا ما كاش اختصاص. وصلنا الرد من مستشفى الماني متخصص في الحاله تاعها، قالنا التكاليف تاعو تقام 66 اورو، يعني بالدينار الجزائري مليار 500 سنتيم، ونبلغ يعني الاسم تاعو برك راهو يكفي مبلغ كبير باهظ جدا. انا الله غالب ما نقدرش. معاناة يومية تلازم سمية وعائلتها، فبحي الشهيد علي عميروش. وبهذه الطريقة اعتاد عمي حسين كل صباح إخراج سمية إلى المقهى المجاور للحي ليرفه عنها ويبعدها عن جو الاكتئاب، خاصة وأن سمية تتطلب عناية جسدية وذهنية في الوقت نفسه. يومين يخرجها في الشارع طاف الليل بالنهار، لازم يدوفيلي بها شويه، تسحق عينها 100% كاع، راهي جارتنا وتغيض عينها راهي كيما بنتنا. وماذا بينا ان شاء الله الدوله تخزر فيها وتعاونها. الاخوه والاخوات المحسنين اللي قادر يساعدني باش نسلكوا الطفله هذه ولو بالقدر الصغير يعني. سميه منذ 28 سنه تعاني في صمت، إلا أن العلاج الذي سينهي ألمها متواجد بإحدى المستشفيات الألمانية، لكن مبلغ العملية يقدر بمليار ونصف المليار سنتيم، ما جعل والدها يعلق أماله بعد الله عز وجل على المحسنين على أمل جمع المبلغ المطلوب وتحقيق أمنية ابنته في المشي ولو لمرة واحدة.